العالي للصحافة والاتصال على المبادرة القيمة وحضورنا إلى الدار البيضاء لنلقي محاضرة عن الصحافة العراقية بعد 2003. فنقلنا نظرة سريعة في هذا المجال للإخوة في المملكة المغربية المتمثلة بالمعهد العالي للصحافة والاتصال، وكذلك تطرقنا إلى العلاقات العراقية المغربية القديمة والمتينة في كافة الأصعدة، وشرحنا بعض النقاط المهمة والبارزة في الأحداث الجارية وكذلك في الساحة السياسية العراقية والعربية والدولية، وتطرقنا أيضا إلى قانون التنظيم الصحافي في العراق وكذلك الدستور الذي أقره الشعب العراقي في سنة 2005 والذي يتمثل في مواد الدستور 144 مادة 38 الذي يتطرق إلى حرية التعبير والرأي وكذلك حرية النشر وكذلك إلى حرية التظاهر. كذلك هذه الأمور تساعد الصحفيين العراقيين لإبداء رأيهم وانتقاد الإدارة الحكومية وفي حدود المهن الصحفية الشريفة، والمداخلات اللي الكلمات التي دارها الأساتذة في المعهد تبرهن على مدى عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين. هنالك ملفات كثيرة نحاول أن نتقدم فيها من الجانبين، اتفاقيات، علاقات، زيارات، إن شاء الله يكون بادرة خير وازدهار للشعبين الشقيقين. شكرا جزيلا.